اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، انت مع تامر. اليوم راح نسوي اوبن بوكس لسامسونج جالكسي S10 بلس اللي هو هذا، شايفينه؟ طبعا اشتريته انا جديد بعده مسكر بعلبته مختوم. اوكي، انا ما راح احكي بهذا الفيديو كثير عن التكنولوجيا وشو المواصفات وشو ما الصفات فيه يعني، وهي تبع الجغلات التفاصيل اللي بتملل الواحد. راح نشوف الناحيه العمليه للموبايل، كيف مثلا انت بس تفكه، كيف هو منظره، كيف شكله، كيف مسكته بالايد، كيف يعني تعاملك معه، شلون منظره، شلون يعني هاي التفاصيل يلي العمليه الحقيقيه اللي بتهمه للواحد. طيب راح نبلش على بركه الله وراح نفتح الجهاز. يلا بسم الله. طبعا هذا جاي جلد مقوى او نايلون مقوى، فانا نفتحه. فتحناه، نضب هذا بس مشان ما مش نطلع منه. طبعا لازم كمان في هاي اللصاقة. إذن هذا الموبايل عندنا، هاي بتكون بالجهة الثانية من الموبايل. اوكي، رح نطلعها. عندنا هاي الإبرة، هاي اللي بتستخدمها لحتى تفتح وتركب السيم عليها. نشوف عندنا كمان جوا، بيجي عندنا جوا بالكتالوج طبعا، تبع طبعا هذا اللي ما حدا بيقراه ابدا، بس يعني ورجيكم اياه. كل كتالوج باللغه معينه، نسحب واحد نشوف هذا بشو، باي لغه يعني. اي ثينك هاي اللغه السويديه يعني. هاي بيعطيك بيشرح لك التفاصيل تبع البصمه، تبع انك تدخل. بعتقد اغلب الناس بيعرفوها هاي يعني، ما في اي مشكله فيها. بكل الاحوال هاي اذا انت اشتريت الجهاز ان شاء الله بتشتريه يعني، بتركبها عليها. هو جهاز ما له كتير غالي يعني، 1050 دولار يعني. نتمنى انه يكون يستحق هذا المبلغ يعني. اوكي، بسم الله. هذا الجهاز شو جاي معه؟ جاي معه وصلة USB ما شايفينه، وصلة USB. والسماعات تبعه، سماعاته كمان، والشاحن طبعا. هاي اذا مشان بس بدك تنقل ملفات من الموبايل القديم للموبايل الجديد. طبعا معنا هاي السماعات، هي السماعات الاساسية لهذا الجهاز. فنحن راح نفتحها، هاي السماعة، بعرف هاي اللفت والرايت، هاي رايت. جرب لازم حسيتها، ما بعرف الصوت عالي بس حسيتها كتير كتير جيدة. رح احاول اسمع شي عليها بحيث نشوف او اسمع انا يعني، اكيد انتم ما رح تسمعوا، بس رح اعطيكم شو الانطباع يعني. يعني رح شيل سماعة او شي يعني، الصوت صافي ونقي بشكل جميل جدا بصراحة. سماعة يعني اكتر من ممتازة، عجبتني. صوته صافي نقي، ما في اي مشاكل. هذا كل شي.
طيب هذا الموبايل مثل ما شايفين جاي بثلاث كاميرات، كاميرا 2 3، وهاي اللصاقة تبعه، وهذا الجهاز. راح نبلش على بركة الله. هاي الباور نشوف مسكته بالايد، يعني بعتقد مسكته بالايد كتير مريحة، يعني ما انا كتير كبير ولا انه طبعا صغير، بس مثل ما شايفين مسكته كتير كويسة بالايد. يعني انا بفضله على النوت بصراحة، لانه النوت كتير كبير، يعني ما بتقدر انك تمسكه بايد وحدة. هذا مثل ما شايفين هيك لازم يبين، هذا هو اقلع الجهاز، وبيبلش يعطيك البداية انك تنزل اللغة والاعدادات والبيانات الخاصة فيك. طبعا انا بس حطيت اللغة العربية، ونشوف نحن البيانات. طبعا انت اللي بدك اياه بتختاره. طبعا انا دخلت هون، في كل وحدة تكبس عليها بيفتح لك المعلومات، بس انا مشان ما اطول عليكم، بس هاي بتكفي يعني الاولى، الا اذا انت بدك تعطي معلوماتك لسامسونج ولا جوجل، وهاي فيعني الاولى هي كافية. نعطي التالي. طبعا هاي استعادة بياناتك من الموبايل القديم. عم بيقول لك اذا بدك النسخ الاحتياطي من جوجل درايف، اذا بدك يعني ملفاتك ينتقلوا على جوجل درايف. انا طبعا ما بدي حاليا، بس بدي برجع فعلها. يعني هون عندك الاستخدام الموقع الجغرافي، السماح بالبحث، ارسال البيانات. طبعا هاي لانه الموبايل الجديد بيعطيك هاي البيانات، هي بيانات اعدادات الجهاز يعني، بس بيعطيك اياها بحيث انه يكمل كلها هاي. بس يعني هي بسيطة، انت بتستخدم اللي بدك اياه وبتقراه هون بشكل سريع وبتثبتهم، تختار اللي بدك اياه او لا. طبعا انا هون اخترت اللي بدي اياه واللي ما بدي اياه واعطيته قبول. وهي عم بيقول لك تطبيقات مماثلة، مراجعة تطبيقات على الواي فاي. نعم اوكي. وهاد بياخذ عدة ثواني او بعض دقائق. طبعا انا راح اوقفه مشان ما يصير الفيديو طويل، وبتابع معكم المرحلة اللي بعدها. طبعا هون نحن راح نساوي تخطي، وهل تريد تخطي كل ذلك؟ نعم تخطي. كل هاي التطبيقات تبع سامسونج جالكسي، يعني انا ما بدي اياها حاليا. تمت العملية، انهاء. مثل ما شايفين طبعا انا نسخت كل بياناتي على الموبايل وخلصته. راح نشوف نحنا مدى استجابته. هذا بالنسبة للإيج اوكي. الرجوع مثلا نفتح القوائم، نشوف استجابة القوائم، تنقل بين القوائم اوكي. يعني ما شاء الله سريع جدا الموبايل من حيث الاعدادات. طبعا انا راح اصور بعض الصور وحط لكم اياها باخر الفيديو. طبعا اذا غيرنا هون الكاميرا، طبعا بس بالغلط لسه ما ماخذ ايدي عليه. اذا مثلا احنا نشوف هون مثلا باعدادات الصورة الكاميرا تبعه، طبعا اكثر من رائعة، انا جربتها. هذا التركيز على الوجه، وعنا الصورة، وعنا تسجيل الفيديو. نجرب نصور هاي الصورة، شوف كيف راح تطلع. مثلا او نجرب نصور هدول 2 سوا. يعني نشوف مدى دقة الصورة. طبعا ظروف الإضاءة مانا جيدة.
نحن شفنا هذا الجهاز وشفنا مواصفاته بشكل يعني مواصفاته العملية أو وشكله وسرعة التطبيقات فيه أو سرعة استجابته يعني. طبعا هذا كان الفيديو بس عن أوبن بوكس فتح العلبة يعني بالنسبة لهذا الجهاز طبعا وشو محتويات العلبة وشو يعني السماعات والشاحن وهيك. طبعا ان شاء الله بفيديوهات قادمة ممكن اذا بتحبوا انا مثلا بعد ما اكون صرت استخدمته مثلا اسبوع زمان او 10 ايام بعطيكم بساوي فيديو تاني مثلا بحيث انه بعد التجربة العملية من خلال يومك من خلال استعمالك اليومي لإله شو فعالية هذا الجهاز ومدى انجازه معك على سبيل المثال قديش بطاريته بتصمد بشكل فعلي. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتكونوا بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم وباي باي.